سلام العائله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. المهم كي دايرين؟ كي دايرين مع شي حواله شي رحبه؟ والسوق مشيتو لي ما مشيتوش لي؟ ضربتو طليله كشي عامر الداحيس الزحام حيد سير بهلاك ما بقاش مول مول مليح باعو راح تعالى هنا قاده واش صردي هذا سنان الحليب سيدك تشاج ديال الرحبه باقا لي في راسي كدير زن باقا كتزنزن لي في راسي ملي كنت كنمشي الرحبه مع الوالده والواليد كنسمع الرحبه كيتغاوتو كلشي شاد مساكن شاد هذا كي بيغيو يبيعوا ويشريوا داكشي الله يسهل على كلشي. المهم حبايبي شوفوا حنا روينتنا انتم روينتنا شوفوا الوالده راه كل مره تبان ليها حاجه تبان ليها بياسه عند مريم تقول لها بغيتي هذه تشري هذه مريم كتقول لها خذي 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 كنقول لها الوالده الوالده تشرا فهاد القياس فهاد الوزن شنحنا ليها شحنا ليها واحد الكوليه مشات دابا عاوتاني مازال كتشوف كل نهار تشوف حاجه كل نهار تشوف حاجه عجبها الويميلات عجبها البلاط عجبها انا نوريكم نشارك معكم داكشي اللي كتجمع دابا الباقي صافي هذه هي اللقطه اللي ما كيحملها حتى واحد فينا ملي تكون الوالده عندك كتبغي تمشي تبدا تجمع في الرحيل قدامك عرفتي ما نقولش لك واحد الاحساس ما نقدرش نوصفه ليكم حتى انا مني كتكون حتى نتوما مني تكونوا عندهم وتكونوا جايين راجعين في حالاتكم واحد الاحساس اللي صعيب بزاف بزاف ولكن هذه هي سنه الحياه كما كيقولوا كلشي الناس اللي في الغربه هذا هو حالهم انا نشارك معكم حبايبي شنو جمعت شنو خدات ليها شنو جمعت ليها اختي داكشي انا كنجمع ليها دابا كنجيبها للواليده مازال دابا الوالده والوالده مازال في البيت كتقلب كتبقشش كتجيب شي حويجات انتو الوالده كتطبايصلت كنقول لها الوالده الطباس اللي درو فيا كاين تما قالت لا بغيت هاد الوردات كنبغيهم من هنا كنقول لها كاين في ضرب عمر وما عرفت داكشي في كازا راكم تعرفوا القيصريه مضروبه يعني الجياج والبلاستيك داكشي اللي بغيتي قالت لا بغيت هادو شوف هاد البلاطه اي حاجه كتحط على يديك كتقول لها خذيها ما اختي ما تقدرش تقول لها لا شوفي دي ما عرفتش شنو هاد الشيء غضب الوالده هادي قالت لك كاينه فخو بها النفاخات المهم بلاتي انا نوقف الكاميرا ونشارك معكم حاجه بحاجه انا نيت كنرتب ليها وكنجمع ليها دابا هانتو هانتو الوالده الوالده تعالي حدايا جلسي حدايا قولي لي اش هذا الشيء هانتو ديال الكيكه لوغ ديال الكيكه غادا بيها تعز على الماء الوالده وتحكم بالجيكس جيكس جيكس كتحطهم لينا هادو من الحد لحد تقول لينا اما الماء عند واخص خوقه تعالوا الجيكس تعطيك الجيكس كتجيب لك يلا فلكو 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 الوالده راه تعلم على هذا الشيء غادا الصفايه من هنايا والوالده تعالي جلسي حدايا قولي اش هادشي هادي كتشارك معاكم حبايبي هادي ديال القهيوه جابها لها راج اختي المهم حبايبي هادو تمارت بحال التواب عطاتهم لي وقيلا هما هادو هاد التواب هما ما نحلهمش باش ما نخسرش ليها خشرش نخسرش ليها السلعه شوف راه عاطيها في اللوينات التواب ما عندي ولا هادو التفصيلات ها نشوف عطاها بشويه بارد شي عطيه ديال وقيلا لهم ها هذا هو داير له هما هذاك خفايطين بحال هذا المونيا كانت شافته كنت لابسه كنت تصورت فيه في الانستغرام وشافته قالت لي زوين هذاك القفيطه اللي كنت لابسه بحال قفطان بحال صيفط ليا وجمعت ليها هنايا هو الدريموني هذا كنت عاقل عليه هذا ما عرفتش شنو هو جا مع الوالده المهم جمعت ليها بزاف ديال الحويجات ما خمس دون ميكسون قلت بلا ما نخسر الوالده الوالده مسكنا دابا راه باقا كتجمع داكشي مازال ليه في البيت ما عرفتش كتقول لمريم اري ليا لا ما نخسروا ليها المهم هادو نص عطيه ملي لها هما ويمكن نص عطيه ملي مريم هانتو دي مارس عبايا شنو هي هادشي المهم داكشي اللي مزدود بلا ما نحلوه عرفتي شت قولوا لي انتو الزقلي الزقلي غادي بدا الصاري الزقلي هذا مع شحال درتي الوالده شوفوا اهم حاجه الكاميلات شي مشكل ديهم هادو زوين كينفعو هادو هنايا كتحط فيهم دابا مثلا المريقه كتحط فيهم كسكسو تسقي شي حد طبس ديال الكسكسو يكون نتوما كليتو حقكم كتسناو حق راشيد خزني حق راشيد هنايا ولا حق عبد المجيد كتسدي عليه بحال هكا حافظ حافظ للحراره كيبقى سخون من يجي يحلو وياكل هذا هادو الوالده عندك الصح هادو خاصك ديهم هادي عطاتها وحده هي عطاتها ها تهالي زوينين هادو الوالده راه ما كرهناش نعطيوها بزاف اشياء ولكن كتعرفوا الشحن والشحن غالي هنايا راه ماشي الشحن رخيص راه هادشي دابا ما عرفتش شحال غيطلع ديال الوزن وعاد صيفطنا ليها شحنه وشوفوا هاد البلاطوات كلشي عجبهم هاد البلاطوات اللي كنت قلت لكم مريم كتقاد بهم طابله ديال الخشب شا
شافت موني اختي عجبها قالت لي صيفط لي شي جوج صيفطهم ليها عاقل الوالده ها هي الوالده الصغيره ديال جوج ديال الخشب نالتو زوينين كيجي داكشي مع الخراويه سيجي عندكم شي واحد يدير الكاسكرو عندكم تتي يقول لها حل حل جار الفيترين حل الفيترين هذاك اللي جابت لي اختكم من الامارات حطي الكرايويسه هنا او حطي لي هنايا البغيريراج حطي لي داكشي الشنيكات راه كتعرفوا ايوا ضربوا لي الحطه دونجي بالطابله الحطه دونجي ها الطابله هي خاصها تكون زاف دوز عندكم الامارات ها الامارات المهم شكون نقول لكم بلا تنحل معاكم انا ما عرفتش شنو خاشي هنايا هذا مخور هذا عطيه لها هما هذا له هما عطيه ليها هنايا كله شوفوا ها انت واش هو لي دابا تقول لي الوالده اش باغا تقلع قلع هذا ما عرفتش فين باغا تلصقوا في شي حاجه ها المهم من بعد غنرتبوا معاه هادشي طويو والوالده وين عين المهم شوفوا شنو فيها هاد الزويد ديال الحجاب لا الميكانه اللي مصيفطها هذه ديال مونيا جمع عليها شي حويجات هنايا ديال مونيا اختي حلو عندنا شي ديال الوالده داكشي شنو واش قالوا انتوا انتوا كتمشي للسوق الوالده وباقا كتجيبي قلت لي من الوالده ما خلاتش جمعت في هاد الامارات مكرات ديها كلها الوالده كتطول وكتضحك ها انتما ها انتما شوفوا هذا شنو هو كيقرقب هنايا اي 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 والوالده راه حمقوا هاد الغريفات عرفتي كي دايره في الشرب هاد زوين بصراحه عند اختي هنايا انا ما عنديش في داري خصني ندي واحد كان يعجبوني الغريفات ديال الماء هذا الشهور ديال البحر هذا واقع غادي بين الواليد امين امين ايه ولد اختي ولد اختي ولا يبز كدوكا امين شوفوا امين 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 كاين مزال ما كدوكا امين هي لبسه ديال امين شوفوا باقي هذا المقران هذه الفوطه ديال هذه ديال الكوزينه وهذه عطاتها لي مريم كلش عطاتها لي مريم والوالده هادشي كاين في دار العمار في داكشي كاين موجود عمار ولكن موجوده الوالده هانتي البراده نبغى نديرو لها خاطر هاد الدي مشا نشوف هادشي الشعر لي غادا بيه هادي راه بريكا اه هادي كيشعلو بها البخور بحال البريكا راه بريكا قول بريكا كيوت واش دوك البريكات لي على بالكم ها باقا جديدة مبغاش نحلها لي ميكتها المهم هاد الشي ماشي كلو الوالدة كتشوفو هاد التواب يعني هاد الوالدة راه غتمشي تما عطي البارو كتعرفو شوية 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 البارو كتعرفو ها تمريمة دارت ليها هانت دارت لها الباروك البخور هذا البخور هانت دارت لها شويه شويه كتعرفوا صحابات الوالده العائله داكشي كل واحد ذوقه من البخور اللي كتصاوب مريم كتصاوب مريم او دير لها طويسات دير لهم فيها شويه 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 البخور كتصاوبوا ها هما هنايا الطويسات هادو عطيتهم لها هما بالحق هذا الطويسات زاز ندير لها هما عطيتهم لها هما انتي شنو هادشي غادا بيه هنايا ديال الخاميه ديالك على الاقل الخاميه طمع سكر خاتمي الهام قالت لي ديهم هادو ايه الاهين هما هذا طاتني ديال الخاميه طاتو لي هنا وهذا اي ما شاء الله اخ معاسو بلا ما نقولو ولا شنو فيه الوالده اه هذا الزعفران شعره شوف فين سادين ولا وينو شحال بالسكوت باش ما يطيحش عامر زعفران شعره الوالده تكيفي عليه المهم ماما تصيفط كما قلت لكم هادو ما نحلهمش هذا قلعت هو دابا غتبقى الكوزينه فين بطلق بطلق شي حيط اه عزيز لا الوالد دابا غتمشي عند الوالد باش تقول لي لصق جايك الخدمه الوالد لصق لي هادشي شنو فين تلصقي له قول لي ربي لما قولي دابا قدام واحد فيه شي جار ما خوزين فيه شي جار اللي تقول لي هذا 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 قول لي هذا ما عرفتش انا خليه ليها الوالده راه كتبقى تلصق في الدار تلصق 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 كتشوفها كلها مرقعه قولي لي هذا فين ناوي ديري ما عرفت حيدي لا دي ماشي مش لا دي ايوا مريم اش كديري انا ما اهل لينا زيد 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 وجيب ميزان هذا الميزان عطاتو لك ميزان اصلي يا الهام هذا كديريها كتعلقي بها ليزا بحال هكا كتهزيها هكا تشوفيها ملي تكوني جايه ملي تكوني جايه الوالد
على قول بالي زوج شوفوا شحال ديال الوزن عندكم اللي تكون جايه ان شاء الله المجيه ثاني غتجيو في الشهر. انا بغيت نتفايد عليهم من هنا باش غيجيو ان شاء الله حيت انا لا تفايدت على شي واحد. المهم من تفايدت على شي واحد سبحان الله شي واحد كيجي انا شريبه وقيره ما حسيتش براسي الحله الميك كان الوالده قدامهم على البلاصه دايره فيها انت شتي خنشه شوف ديالي هذا شنو هذا؟ قميص واش نسيمه ولا قبس؟ شنو ديالي ولا مش ديالي حاطينه هنا؟ تيت شي خنشة خنشة دايرة بالسلك ومريم واش هذا القبس ديالك؟ قبس وقال القبس دابا شكي القبس ديالك حليتو انا اللي جاي نتفلم قالت لينا والو تجيبوا لي الكروزه لا ما ديش هاد الكروزه المغرب ما غاداش ليكم من هنا بصراحه شفتها عند اختي وعجبتها انا ما كنبيعش واقيله بلاتي بصراحه شفتها عند اختي وعجبتها وقالت لينا بغات شي حاجه واخا ثقيله ترا ثقيله انا نمشي نجيب لكم الكروزه اللي بحال هذه هذه مونطيه ما بغاش نحل عليها غادي ديال المغرب غنجيب لكم الشانطيه راه برعني راه برعني راه برعني ها ها تي شوف غادي بغيتي تزيد عليها شي خنشه ديال الطحين الوالده شوف ها ها هاي كتحل شوفي كتحل صوريني صوريني الوالده راه باين راسي نص راسي صوريني خلينا ندفع عليهم نتقداو تشوفوا كيفاش القضيه شدي بحال هكا شدي بحال هكا الوالده ما تعرفش كيفاش كما قلت لكم هي الوالده راه عندها الطوموبيل ولكن هذه غتنفع غتنفع نهار اللي تكون غادا السوق الطوموبيل كتستاسيون في بلاصه ولكن ملي كتدخلوا السوق راه خصكم تدخلوا معكم شي حاجه تخشيو الدلاح تخشيو البطيخه بطيخه بصله بطاطا باش يتقيل غتبقاو غادي ندافعيو معاكم نديرو غاله ايوا يا شوف شوف نديرو غاله عمليه الوالده كتختار داك الشيء غنقيلات قولي لي الوالده ما كتعرفش تختار والله الا مهمه الوالده عندك هذا وعاوتاني من تقدر تقدر تفارجي تبع كروزه وتخرج برا تحط هادشي في الكوفر المهم كي جاتكم كريريسه هي هذه الكريريسه اللي غادا بها ان شاء الله كتمونطا يا كتمونطا انت كتمونطا هكا شوف هاك الصلاه هي زوينه هذه راه قليب الوالده هذه على شكل قليب كانت حاطاها اختي وقالت لي عطيني نديها ماشي جديده راه مستعمله ولينا صبنت عليها وغادي بها تشوف باقا منتوفه هذا الصابون كاين زوينه عجبت الوالده الوالده راه كيعجبها التواش الخطيرين راه تقول لي الوالده ما كتعرفش ايوا بصحتك يلا بصحتك وراحتك وانا عييت وجلست ورجعت للور اختي مريم راه جابت السلوفه وبركه كتمونطي في داكشي كتمونطي المهم حبايبي هادشي كله راه ما غاديش يمشي معاك كله حيت هادشي راه فايت الوزن شي ثقيل النص المهم اللي غيبقى الوزن زايد النص اللي غيبقى غنصيفطو موراها ان شاء الله غنوزنوا ليها اللي غيقدها في الطياره المسموح الوزن المسموح فيه باش تطلع الطياره هي اللي غدي والشي الاخر ان شاء الله على الشحن حيت ما يمكنش هادشي كله باين ليا زايد ياك مريم خصنا ديك الريحه راه باكا تمونطي فيها ديك الريحه ولا شنو هي كاع مصورت عليهم باكا تمونطي فيها مريم هذيك ثقيله بلاتي مريم اختي راه كدايره الخمار راه جمعت جمعي حيدي هادي بالك هاي ريحه ولا شنو هي ديك تمونطي فيها مريم ريحه هاي كتمونطي فيها بالسلفه حبيبي شفتيها ثقيله حتى هي انت حاطه حداها السكوتش المقص كتقاد كتقاد ليها الله يرضي عليك باغا نوض ندير واحد العشيوه ندير واحد الشعريه بالدجاج الشعريه بالدجاج المجعبه بالدجاج نوض نزرب عليها نخلط بالكوزينه نخليو هاد الروينه ونلقاو العشيوه واجده المهم حبايبي غنهي معكم من الفيديو نتمنى هاد الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده وتسنونا فيديو قادم باذن الله
ومع السلامة حبايبي.